السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع سلاك بيستخدم كتير جدا في تنظيم الشغل مع الفريق. بتبدأ تحط الفريق بتاعك، لو في أي مشكلة بتبعت لهم، لو في أي استفسار، لو في تخطيط الاجتماعات، كل الحاجات دي بتسهل جدا. طيب، أنا عامل حساب موجود عليه، بس خليني أبدأ أعمل حساب جديد عشان نشوف بيتعمل إزاي. أقول له مثلا انك ويب ات جيميل دوت كوم مثلا، اقول له جيت ستارت، هيبدا يقول لي ستارت وذ ورك سبيس. ورك سبيس دي يعني زي ما تقول ايه، غرفه كده مغلقه على ناس مهتمين بحاجه واحده، او هتعمل ورك سيت جديده. تمام، وبيقول لي ان انت جات لك دعوه قبل كده على تشيك يور ايميل. هتشوف الايميل بتاعك وهيبعت لك كلمه سر، هتكتب كلمه السر، وبعد كده عايز تسمي الشركه اللي انت فيها ايه. اقول له مثلا بيم اريبيا، وقول له نكست. البروجكت مثلا اكس ريدنج، نكست. طبعا اهم حاجه ان انت تبعت ايميلات للناس اللي شغاله معاك في المشروع، فبتبدا تكتب ايميلات الناس اللي هيشتغلوا معاك في المشروع. ممكن تقول له سكيب دلوقتي، يقول لك افتح الحساب بتاعك للشانل بتاعك. اول حاجه تعملها تبدا تبعت لي الناس اللي معاك، تعمل لهم دعوه بحيث ان هم ينضموا ليك في المشروع، لان انت لو شغال لوحدك خلاص مش محتاج الورك سبيس ديت ولا محتاج الحاجات دي كلها. طيب اضيف الناس منين؟ هاجي هنا وهقول له انفايت بيبول، فتبدا تضيف الناس. يعني ممكن مثلا ابعت اضافه لنفسي، تمام اهو، واقول له ايه سند انفيتيشن. ممكن تبعت ناس كتيرة جدا، ده هيفيد في ايه؟ ان الناس اللي معاك في المشروع كلهم تروح بعت لهم دعوة. تمام اوكي. طيب ابدأ بقى تعمل شانل مثلا، يعني ممكن مثلا المجموعة اللي هي اهو جالي ايميل اهوت ان في حد بعت لي دعوة ان انا انضم للشانل بتاعته. طيب النيم مثلا هنا مثلا رايت، تمام. البروبوزل الانفيتيشن تبعتها لمين، تمام، وتقول له كريت شانل. وفي الشانل دي بقى تقدر تقول له ايه، وي نيد تو ميت توداي. طبعا لو انتوا كلكم عرب لازم تكتبوا بالعربي، ايه اللي يخليك تكتب انجليزي طيب ممكن ادي عشان تبعت الرساله لحد فيهم. تمام، تقدر تقول مثلا عايز ابعت لفلان او فلان او فلان اهوت، وتقول له انتر. تقدر تقول له من هنا اختار، ممكن تقول له انا عايز اعمل رمز من الرموز ديت مثلا بالشكل دوت، فيبقى فيه شات خاص بالمشروع دوت. يعني الناس كتير بتعتمد على الفيسبوك بس مش عملي، لان هو بيدخل في الرسائل الهالس وكده. ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اشوف الفايلز، تمام. طيب ممكن تيجي بقى تقول له انا عايز هنا اشوف مثلا الملفات، الورك سبيس دايركتوري، الاخبار الجديده. ممكن تبدا تشوف الاكتيفيشن الحاجة هنا، تقدر تشوف الستارت ايتم. ممكن تتظبط بقى الاعداد بتاعتك، تشوف في تاريخ معين مثلا ايه اللي هيحصل فيه. تمام، انت ممكن تعمل تاريخ معين لحاجة مثلا او نوتيفيكيشن مثلا. هل ممكن تقول له ميوت، انا مش عايز اسمع اي نوتيفيكيشن، اهمل حاجات معينة اللي جاية مثلا من شخص معين او من قناة معينة. يعني ممكن تكون في شانل معين، يعني مثلا خلينا مثلا الريدنج دوت. تمام، ممكن تقول له لا انا مش مهتم بان انا اشوف الرسائل بتاعت القناه ديت. تمام، ممكن تشوف المعلومات الخاصه بيها، النوتيفيكيشن. ممكن اعمل ميوت للريدنج، ممكن ازود ابلكيشن معين. ابلكيشن دي يعني تطبيق معين بيتضاف هنا بحيث ان هو يسهل على الشغل، زي جوجل درايف مثلا، زي مثلا السكايب. الحاجات ديت تبقى موجوده، الحاجات اللي هي تسهل عليك الشغل. يعني ترفع ملف على جوجل درايف وتلاقيه هنا اوتوماتيك، تقدر تشوف تقول له انا عايز اعمل شير للحاجات بتاعت جوجل درايف او وان درايف او زوم. كل الحاجات دي تقدر تستخدمها جوه سلاك على اساس تنظم الشغل بتاعك. ممكن تقول مثلا استور جوجل درايف اوتوماتيك من هنا، فهو هيدخل عليه ويروح مستطبه لك بحيث الملفات تبقى موجوده هنا، او انت في جوجل درايف تقول له شير الملفات على السلاك وهكذا.